أحبائنا المشاهدين، يتساءل البعض لماذا نصلي باسم يسوع؟ عندما نصلي باسم الرب يسوع هذا يعني أننا قبلناه بالإيمان كمخلص وتوجناه ربا وملكا على الحياة والكيان. الصلاة باسم الرب يسوع هذا يعني قبول خطة وإرادة الله لحياتك. الصلاة باسم الرب يسوع هذا يعني الاتفاق والاتحاد معه وفيه وله وأيضا الالتصاق به. عندها تتحول إرادته إرادتنا، وعمله عملنا، وقوته قوتنا، ومحبته محبتنا. الصلاة باسم الرب يسوع هو أن تتشبع في حضوره وتتمتع بالعلاقة والشركة معه، وأن تثق بكلمته ووعوده. لذلك دعونا نصلي في اسم الرب يسوع، لأنه أولا هذا الاسم يخلص. مكتوب فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، كما تنبأ إشعياء النبي عنه: أنا الرب وليس غير مخلص، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، هو يخلص من الخطية، من الظلمة والعمى الروحي، يخلص من الدينونة، ويخلص من الغضب الآتي. نعم، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ثم هذا الاسم يحرر من الأرواح الشريرة، يحرر من الأعمال السحرية، يدمر مملكة الشيطان، ويحرر من قيود العبودية، ويقود إلى الحرية الكاملة. كل من عير بالخزي والعار من الماضي الأليم، قال يسوع: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. قال التلاميذ عندما رجعوا من الإرسالية: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال بولس للجارية التي بها روح عرافة: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. في هذا الاسم غفران للخطية، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به، أي بالرب يسوع، ينال باسمه غفران الخطايا. ثم هذا الاسم يشفي كل أنواع الأمراض الجسدية والنفسية والروحية، يشفي كل مرض وكل ضعف، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الرب. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. ثم شجع الرسول يعقوب بالوحي: أمريض أحد بينكم؟ فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. كما ترون هذا الاسم يعمل أمور عظيمة ومذهلة. آمن بهذا الاسم، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. اعتمد باسم الرب يسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. اطلب بهذا الاسم، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. استخدم هذا الاسم، لكن بإيمان غير مرتاب وبدوافع صحيحة. ثم جاهر بهذا الاسم، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع.
وبمعونة الروح القدس وبقوة اسم الرب يسوع نرى أمور عظيمة، نهضات عظيمة، أيام فرج، شفاء المرضى، تحرير من كل عبودية قاسية. أحبائي، كما ترون هذا الاسم فيه قدرة جبارة هائلة، تستطيع أن تنقل جبال وتغير مدن بأكملها، وتستطيع أن ترى أمور عظيمة، لأنه وراء هذا الاسم سلطان إلهي وجلال وحضور إلهي. دعونا نصلي. يا رب، أصلي الآن أن تشفي كل مريض، وأن تحرر كل مقيد بقبضة الشيطان، وأن تخلص كل نفس من أثقال الخطية، وأن تحل البركة على كل شخص. أصلي كل هذا في الاسم الذي هو فوق كل اسم، اسم الرب يسوع المسيح، له كل المجد. آمين ثم آمين. إذا صليت معي بحب أسمع منك.